السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بغيت نسولك الحناشي من عندك بزاف المرات شي ربعات المرات كنخف وكنلقى الحناشي ديالي. اياها بنتي اياه واخا واخا ان شاء الله المرات يعني ربعات المرات كتلقي يدك محنية هي اللي ما كنلقى فيها يعني طويت الحناشي كبير على غير في اليمنى اليد اليمنى اليمنى لقيتها دابا شي واحد مرة واحدة قالت لي عليها 4 سنوات مرة ثانية شي عامين ومرة ثالثة شي عام مرة الرابعة غير هاد الأيام هادي اللي قرب مرة هاد الشهر اياها بنتي واخا ان شاء الله نجاوبك على حنان حافظك الله كنشكرك بنتي على التواصل ديالك. حنان كتحلمي بأن يديك فيها الحنة هاد الحنة اللي كتكون في اليدين بعض المرات كيشوفوها نساء متزوجات وفي الغالب نساء عازبات هذا كيدل على أن هذه الفتاة مرصودة هناك عالم خفي لا يظهر لنا كيجي كيتسمى جني عاشق ولكنه لا يؤذي هو غير يقترب منك وملي كيدير لك الحنة في يديك كيعطيك رسالة ميساج كيقول لك راك محبوبة ومرغوبة عندنا وهذيك الحنة فيها بأن القبول راك يقترب منك هؤلاء المخلوقات ما كيأديوش العالم الجن اللي كيدير الحنة كاين المرأة المزوجة وكتلقى يديها محنة محنية ما غيأديهاش ولا لقات شابة عازبة فيها الحنة حتى هي ما غيأديهاش وإنما إذان بأن المرأة المتزوجة غتزداد محبة ومودة ووثوقا مع زوجها والفتاة العازبة أنها قريبا قريبا راه غادي يزورها النصيب ديالها باش كنعرفوا الجن اللي كيأدي واللي ما كيأديش اللي كيأدي كيدير لك واحد المجموعه ديال العلامات زرقاء وخضراء في الذراع والفخذ كتلقى لك فخاضك كله مزرقين ولا ذراعان كله مزرقين هذاك الجني المؤذي كيدخل وكيشري في الدماء وكيمص ومن بعد كتلقاه بحال الهويش عندك في الفخاض وفي الكتاف في اللحم ديالك مبوشي خضر هذا كيدل على انه مؤذي هذاك ما باغي منك شي عمل صالح باغي غير ياذيك ويستمتع بك ويظلمك اما اللي كيدير لك الحنه هادو مخلوقات طيبه مخلوقات رحيمه ولا تؤذي وتبشرك بان الحظ السعيد قريبا منك وان شاء الله بنتي حنان يقترب منك الحظ السعيد اسال الله الواحد الاحد ان يعطيك القبول ويفتح لك باب الوصول ويزيل عنك العكوسات والموانع اللهم امين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله